مرحبا يا جماعة الخير، أنا اليوم في أكاديمية مقامات الدولية للفنون والتراث وجايب لكم مفاجأة من العيار الثقيل إلى العوائل العراقية، الجالية العراقية والعربية. هذه الفنانة المبدعة وفاء الراوي. شنو جاي تسوين وفاء؟ مساء الخير أول مرة. مساء النور، هلا وعلي. شنو جاي تسوين وفاء؟ والله مثل ما تشوف أنا اختصاصي خزف سيراميك، ودابني قطعة سيراميك بلشت بيها البارحة واليوم إن شاء الله تنتهي بالليل. ممتاز. أنت هذا جزء من شنو انضمامك إلى أكاديمية مقامات كأحد أعضاء التدريسية؟ اللي شرف طبعا انضميت لها المجموعة الجميلة، فرصة جميلة إلي بالحقيقة هنا بكندا، لأنه أنا كنت أبحث عن مكان أنطلق من عنده، لأنه أنا كان عندي تاريخ طويل هناك في بلدنا في العراق، لكنه انقطعنا وبدينا ننتج بمجهودنا الشخصي في مكان الخاص في بيتي مثلا. هذه أكبر فرصة إلي أن أعيد شغلي من جديد وأدرس في هاي المدرسة الرائعة، أنه ممكن ندرس كل الأعمار، نعلمهم شلون يبنون الطين، شلون يعجنون، شلون يكونون من عنده فازة أو جدارية أو أي شكل يختاروه. بالمناسبة علي، الطين حالة حال أي الفنون، بحالة روحانية، يعني مجرد، لأن هاي عن خبرة أخذتها من فترة التدريس هنا في كندا، الكثير من النساء يعانون من حالة نفسية تعبانة، الطين يمتص كل الحالات النفسية. ممتاز. ينطي طاقة إيجابية رهيبة. يعني نجيب طين هسه ونطين رؤوس. طبعا. زين، شنو مراحل يعني إنتاج الأعمال هاي السيراميك؟ المرحلة الأولى. إي. خليك وياي نروح للطين. إي. شنو؟ أنت كيفك؟ أروح للطين، أعلمك شلون. الطين وين؟ الخطوة الأولى تكون هذا الطين. تمام. هذا الطين نشتري جاهز. ايه. معجون وكامل ونظيف وجميل. ايه. نبدي نقطعه بالطريقة اللي نريدها. تمام. وطريقة العجن. ايه. عجن الطين طريقة خاصة، مو مثل عجين الخبز مثلا. تمام. نعجن الطين. تمام. ونبدي نشكله يا اما على الويل اليدوي اللي هو هذا الويل اليدوي. أوكي. للمبتدئين اللي نعلمهم عليه. اوكي. او الطلاب المتقدمين او اللي عندهم خبره نقعدهم على الويل الكهربائي. تمام. ويشتغلون عليه. بعدين المرحله الثانيه اللي هي مرحله الفخر. الفخر بعد ان يدخل الفخر للفرن الخاص. أي. اللي هو خاص بالسيراميك. ايه. يطلع بهذا الشكل اللي احنا نسميه بسكت، هذا فخار فقط. تمام. ما بي زجاج. تمام. هذا الفخار مرحله تلحقها مرحلة ثانية، مرحلة الزجاج اللي هي راح تتحول إلى شوفوا الإبداع، شوفوا راح تتحول إلى هذه الصورة الله. الجميلة. شنو هالروعة؟ مادة الزجاج هي الزجاج الحقيقي أيضا. الله 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 الله. وينطحن بشكل باودر. إيه. وينضاف للأكاسيد الكيميائية. أي؟ حتى يتحول إلى ألوان، نطلي وندخله فرن مرحلة ثانية حتى يطلع بهاي الصورة. ممتاز. هسه الآن شنو توجهين للعوائل الكريمة العراقية، الجالية العراقية والعربية؟ دعوة للجميع، لكل الأعمار، من الأطفال وأحبذ الأطفال حتى يتعلمون الطين من البداية، والنساء أيضا والرجال، أي شخص يحب يمارس الطين أو يمارس هواية أو يبدع، لأن الطين عندك لمسات بسيطة ممكن تبدأ به. أدعوهم أن يكونون في هذه الأكاديمية الرائعة. إذن هذه دعوة لكم أن تسجلون في أكاديمية مقامات الدولية للفنون والتراث عبر الإيميل وعبر موقعها الإلكتروني. إن شاء الله تجون وتتعلمون. هل تعلم الفخار والطيني يفيدهم كبزنس؟ ممكن النساء أو الرجال يتعلمون بزنس؟ أكيد، ما هذا بزنس اللي يعني مشيت به حياتي كلها، أنه ممكن يكون هذا بزنس لأي شخص يبدي بداية جميلة وحاب أن يبدي، راح يكون عنده بزنس الخاص وبسهولة ممكن يجيب الويل والطين والفرن ويشتغل ويبدأ. وفاء قد عندك في الوس من هاي المهنة؟ خليها صنطة علي. شكرا جزيلا لكم. بإمكانكم أن تسجلون في أكاديمية مقامات عبر الويب سايت وعبر الإيميل info@maqamat.academy، وإن شاء الله تجون وتسجلون وتتعلمون مهنة وحرفة جميلة ما كانت موجودة لولا وجود أكاديمية مقامات الدولية وهاي الرائعة وفاء الراوي. شكرا علي خلف. على الرائع. شكرا جزيلا. شكرا.